الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كلمتين نسمعهم من الناس كثير. الكلمة الأولى بيقول لك يا ريت إني كنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يا ريت أقعد مع النبي، يا ريت لو كنت في زمن النبي أخدم النبي وأقعد مع النبي وأسمع النبي عليه الصلاة والسلام. هاي كثير بنسمعها. والكلمة الثانية بنسمعها إنه في ناس من زيادة شوقه للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك يا ريت النبي يزورني في بيتي، والله لو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم لأجيب النبي على بيتي والنبي يدخل بيتي، يا سلام لو النبي يدخل بيتي. أنت بتحسها فرصة ضايعة مش هيك؟ حابة تعوضها؟ حابة النبي يكون في بيتك؟ حابة يا أختي أنت حابة تستضيف النبي في بيتك ويقعد معك ومع زوجك ومع أولادك؟ يا سلام أمنية مش هيك؟ في لها حل؟ في لها حل. هو لو كنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وجلست مع النبي شو راح يصير الكلام؟ مش راح تسمع من النبي كلام؟ راح تسمع من النبي من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ مش راح تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك؟ مش راح تسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم؟ مش راح تسمع من كلام النبي موعظة ونصيحة وتنمية ذات وتنمية قوة بشرية وتسمع من النبي دلالة على طريق الحق؟ مش هيك راح تسمعه؟ أيوه. هيك شو راح يحكي لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش راح يحكي لك النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدق وعن الأمانة وعن قيام الليل وعن فضل الصدقة؟ مش هيك راح يحكي لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو راح يحكي النبي غير هيك؟ راح النبي يقول لك قديش معك فلوس؟ راح النبي يقول لك قديش عندك أولاد؟ معناته في طريقة أعوض إنه أنا ما عشت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حظيت باستضافة النبي عليه الصلاة والسلام ولا كان لي الشرف إني أسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. أسألك سؤال، حاب تعوض اللي فاتك؟ والله يا ريت. أدلك على طريقة وسهلة؟ احكي لي، اقرأ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اشتري كتاب اسمه رياض الصالحين واقرأ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لما تقعد مع أولادك تقرأ أنت راح تستفيد أمرين. الأمر الأول راح تفهم شو النبي حكى. ما أنت بتقولي بدي علم وبدي دين وأنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام وياريت أصح لي أقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي الطريقة بتعوضك. لما تفتح كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتقرأ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أنا مجرد ما أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام سمعته بأذني، الأمر الأول دخل نور النبوة إلى قلبي. وإحنا أولادنا اليوم ليش عاملين زي توم وجيري؟ قد ما بشوف توم وجيري، هم أولادنا اليوم ليش بيعشقوا اللاعب الفلاني وكرة القدم الفلاني ولاعب كرة السلة الفلاني وعازف الناي وعازف وطبال هم ليش بيعشقوهم؟ لكثرة ما رأوهم أحبوهم. وانت بتقول لي بحب النبي، بحب النبي، طب سمعت كلامه؟ طب ما تجيب النبي على بيتك، ما أنت في بإيدك تعمل للنبي صلى الله عليه وسلم. هو سؤال، لو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووافق النبي يزورك في البيت، مش راح تعمل له غدا؟ راح أعمل له غدا. قديش كلفة الغدا؟ طب بكلفة الغدا اللي راح تشتري للنبي صلى الله عليه وسلم وتجهز غدا للنبي عليه الصلاة والسلام، اشتري كتاب، كتاب حديث ولا فيه لا سياسة ولا اقتصاد ولا فيه له مقدم ولا فيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لو أردت يكون النبي في بيتك صلى الله عليه وسلم وهو شرف عظيم لأي واحد منا، اقعد أنت وأولادك واقرأ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قراءة كلام النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح لنور القلوب. قلوبنا على فكرة، وربنا ذكرها في القرآن الكريم، قال الله عز وجل كلا بل رانا غلفة على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لأنه اللي بسمعه بروح على قلبي، واللي بشوفه بروح على قلبي، واللي بتلفظه بيروح على قلبي، واللي بعمله بيروح على قلبي. فكثرة المعاصي بتغلف على القلب. طب تخيل تسمع في بيتك كلام النبي، وفي بيتك تقرأ كلام النبي، وفي بيتك تطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صار عندي فائدتين. الفائدة الأولى، أنا دخلت نور النبوة على قلبي، فكل الغربان السود اللي في جوات قلبي هاي وكل العنكبوتات وجمعها في اللغة عناكب، وكل العناكب اللي في قلبي وكل الحيات والعقارب اللي دخلت على قلبي من طريق السمع والبصر والرؤية والتلفزيون والمسلسلات والأفلام والدعايات، كل السواد اللي بيجي على قلبي هون
شو اللي راح يطرده؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بس أنا بفهمش كلام النبي كله، مش مشكلة، مجرد قراءتك لكلام النبي عليه الصلاة والسلام هي النور دخل على قلبك، وأنا اللي بدي أنور قلبك. كلام النبي مفتاح لإنارة القلب. أنت اليوم بيكون في عندك قاعة، والقاعة يعني 20 × 20 400 متر مربع، لكن في عندك كبسة صغيرة لما بتكبس عليها بتضوي القاعة كاملة. هذا القلب مفتاح إنارته كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فصار عندي الفائدة الأولى، إنارة للقلب. الفائدة الثانية، لما تقرأ كلام النبي عليه الصلاة والسلام تكتسب علم، تعرف النبي كيف، يعني ما هو هداية النبي في اللسان، ما هي هداية النبي مع الزوج، ما هي هداية النبي مع الزوجة، ما هي هداية النبي مع المتخاصمين، ما هي هداية النبي مع الأولاد، مع البنات، مع الجيران، مع المال، مع حتى المذنب، حتى مع غير المسلم. فأنا أنار الله قلبي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني علم. لو كنت حاب النبي يكون في بيتك، لو كنت حاب تستضيف النبي في بيتك، الأمر متروك لك. أسألك سؤال، هو أنت لو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من 124 ألف صحابي، كم مرة راح النبي يلحق يزورك في بيتك؟ مرة؟ يمكن إذا صحت لك مرة، ممكن صح لك مرة وربنا يكرمك بزيارة النبي. أنت اليوم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام تستطيع أن تستضيف النبي كل يوم. كيف؟ بقراءة القرآن، بقراءة الحديث. أفتح كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ، قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. طب ما احنا عارفينها. أيوة أنت عارفها، لكن مجرد قراءتك لكلام النبي دخل النور على قلبك. احنا بأيام الصيف منشغل المروحة، هو سؤال، المروحة جابت هواء من برا؟ لا، هي حركت الهواء الموجود فانتعشت الأجساد، مع أنه الهواء نفسه. أنت ممكن تقرأ كلام للنبي عليه الصلاة والسلام ويكون الكلام مكرر عليك، لكن مجرد أن تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل الرحمات والبركات ونور النبوة يدخل في قلبك، ويتحول النور إلى عمل وإلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم الواحد منا لما بيشتري أي آلة كهربائية، جهاز كهربائي، بيعطوه معه كتالوج فبيبدا يقرا، لكن في باخر الكتالوج بيقول لك، اي كتالوج مكتوب فيه باخره، الشركه المصنعه غير مسؤوله عن خطا الاستخدام او عن سوء الاستخدام. فانت اليوم ربنا لما خلقك سبحانه وتعالى وبعث معك النبي دليل ويشرح لك طريقه حياتك، لكن انا عشان استخدم حياتي صح بدي اقرا الدليل. هو الدليل منين؟ كلام النبي عليه الصلاه والسلام. عشان هيك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بما أنه وحي من الله وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أنت تقرأ كلام الله عز وجل على لسان جبريل نطق به النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما تعملها وتسوي لك مجلس للنبي عليه الصلاة والسلام، وتحفك الملائكة، وتغشاك الرحمة، ويذكرك الله في من عنده. كل هذا الكلام لما أجمع أولادي أقعد مع بعض. بس إحنا فيش عندنا وقت فراغ. أسألك سؤال، بتلاقي عندك باليوم 10 دقائق، هو كلام النبي قديش راح يأخذ منك؟ اقرأ صفحة من كلام النبي، راح تأخذ منك 5 دقائق، خليه تأخذ 10 مرات، 10 دقائق. وكل مرة واحد من أولادك يقرأ وإحنا نستمع، وكأن النبي ضيف في بيتنا، نضبط القاعدة ونأنق القاعدة ونقعد مع بعض، ويا واحد من أفراد العائلة يقرأ علينا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومش شرط تفهم كل كلمة، ولا شرط تكون عالم من العلماء، ولا شرط انك تكون والله انا يعني فهمان في دين الله، مجرد انه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرق سمعك ويلامس قلبك، انار الله لك القلب وصحح لك العمل. امنيتك سهل تحققها، امنيتك ان يكون النبي في بيتك، امنيتك تستضيف النبي، امنيتك يدخل النبي بيتك، امنيتك بطرد الشياطين، أمنيتك بحصول الولف بينك وبين عائلتك، أمنيتك بانتهاء المشاكل، له حل. جيب النبي عبيتك، دخل النبي عبيتك. كيف أدخل النبي عبيتي؟ بقراءة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بس بيقولون حديث ضعيف وحديث، مش شغلك، شغل العلماء. راح سيدنا الإمام النووي رضي الله عنه وجمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب سماه رياض، يعني زهور، يعني بساتين، بس لمين؟ للصالحين. طب أنا من الصالحين، جيب رياض الصالحين وابدأ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
وخلي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلى في بيتك فتطرد به الشياطين وتحصل الرحمات. كلام النبي مفتاح لنور القلوب، لمن أراد أن ينور الله قلبه اقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا وأجسادنا وبيوتنا وأفئدتنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.